تقول السائلة: جاءت للعمرة وهي حائض، وبعد 5 أيام انقطع الدم واغتسلت وأدت العمرة، وعندما رجعت إلى البيت رأت شيئا لونه زهريا، هل عليها شيء؟ هذه استعجلت، كان الواجب أنها تصبر لما ينقطع الدم نهائيا، فهي استعجلت واغتسلت قبل أن ينقطع الدم. أما إن كانت رأت النقاء التام، رأت النقاء التام واغتسلت وأدت العمرة ولم يخرج شيء ثم خرج بعد ذلك، فعمرتها صحيحة. أما إن كانت ما تأكدت من انقطاع الدم لكن استعجلت، فإن العمرة باقية عليها، عليها أنها إذا انقطع الدم نهائيا تأدي العمرة من جديد. نعم.